سفارة ماليزيا في القاهرة أعلنت عن تقديم 40 منحة دراسية للطلاب المصريين المتميزين في جامعة UCSI الماليزية، أحد أفضل طبعا الجامعات اللي موجودة في ماليزيا. محمد حنيف عبد الرحمن سفير ماليزيا في القاهرة قال في مؤتمر صحفي النهاردة إن وزارة التعليم الماليزية بتسعى لاستضافة 200 ألف طالب من دول تانية، رقم كبير للغاية، 200 ألف طالب من دول تانية بحلول عام 2020. تفاصيل أكثر في التقرير اللي جاي. اسمحوا لي مشاهدي الكرام بعد هذا التقرير نخرج إلى فاصل ثم نستقبل فقرتنا الحوارية في الحياة في مصر والحديث عن فنان من أفضل الفنانين اللي جاؤوا في تاريخ بلدنا، الفنان الكبير محمد نوح. في خطوة نحو دعم الطالب المصري من أجل إعطائه الفرصة للتعلم بإحدى الجامعات الماليزية، عقدت سفارة ماليزيا مؤتمرا صحفيا بقسم التعلم التابع لها من أجل الإعلان عن 40 منحة مقدمة من قبل جامعة UCSI والتي تعد أفضل جامعة خاصة في ماليزيا. نحن هنا اليوم للإعلان عن هذه المنحة المقدمة من جامعة UCSI ل50 طالبا مصريا والتي من خلالها إمكانية الحصول على فرصة الدراسة بماليزيا. هذه هي أول مرة التي تقدم فيها ماليزيا مثل هذه المنح في مجالات مختلفة. المنحة تبدأ بخصم من 30% إلى 100% على المصروفات الدراسية، وهي تشمل كل التخصصات ما عدا الطب والصيدلة لمحدودية العدد. خلال المؤتمر تم التأكيد على أن هذه المنحة تم تقديمها إلى الطلاب المصريين نظرا لما يبليه الطالب المصري من نجاح وتفوق خلال فترة دراسته. جامعة UCSI هي في النفع رقم 1 الجامعات الخاصة في ماليزيا، وهي من أفضل الجامعات، وطلاب بتوعها بعد التخرج بيبقى ليهم، هي جامعة واشنطن أكورد، فيبقى ليهم فرصة أن هم بعد كده سهل جدا يروحوا يكملوا دراسات عليا في أستراليا، في كندا، في أمريكا. في نفس الوقت بتدي كمان فرصة للطلاب ان هم سوق العمل بتاعها نسبة الامبلومنت ريت عالية جدا، فالطلاب بيقدروا ان هم لو عايزين يكملوا بره دراسة يكملوا، او عايزين يشتغلوا بيبقى في فرصة لتوظيف اعلى. يعني هذه المنحة ستتيح للطلاب المصريين الاستمتاع بتجربة تعليمية ذات مغزى في العاصمة كوالالمبور، وذلك في اطار دعم المنظومة التعليمية للطلاب المصريين. احمد عبد الستار، الحياة في مصر.